حرام ديال كورونا هي وفوق كوفيد، جالسين كيتسركلوا ليا في الشارع كيديروا البلفارة بوحدهم. شو كيطلعوا على الحوانات والديور والمشية بالبوزات. شو علاش درا كتجرحوا كوفيد؟ الزغبي مسكين عيا. ولكن انا والله حتى نحرم عليه جوا بالله، انا مرجاج وغادي نعطيه علاش كتقلب. اسمعي هذيك كورونا الا انت ولا ديك المعوقب ديال خوك كوفيد. اه انت الا كاين شي واحد خارج من غير الزنقه دابا مالي يميل حالك ان شاء الله. اشوف شتي الحاله اللي وصلتينا ليها؟ واخا هكاك راه ما عندك ما تصوري منه، وكل شي مريح في دارو وسد عليه بابو. سمعتي نقولك الحمد لله متبعين التعليمات ديالنا، ما كاين لا خروج لا دروج. سمعتي والبيبان والشراجم مسدودين ومطرقين. شنو كتقول هذاك المفوعس ديال كوفيد؟ شنو كتقول؟ اسمع اولدي نقول اي واحد خرج داير الاحتياطات ديالو. اه سمعتي داير الاحتياطات ديالو، ولا خرج شي واحد يتقدى ولا يقضي غراضو ما يسلم على حد، كتبقى بينو وبين الاخر مسافه وما كيخلي حتى شي حاجه لصق فيه. ولا رجع كنوجدو له حدا الباب ماقي. اذا عندك ما رزق. وسمعي انت هذيك كورونا غنقول بجوج كلمات. اشوف غير لما تحيي راسك وشفي حاضيانا، حيت المغاربة هادو اجرك على الله. راه تعيي انت وما يعيوش هما. دابا غنقول بجوج كلمات، هتزي داك البرغوش ديال خوك وغتخويو عليا من هنا وبلا ما تعاودو تدورو هنا، فهمتي؟